السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش على موقع فوتو الزوم التكبير صورة الفيسبوك، يعني إذا صورة البروفايل مقفولة قافلها صاحب البروفايل تقدر تشوفها. بس مثلا شو اسمه هذا سيد في زنبور بغداد قافل صورته الشخصية، أنا شلون أقدر أشوفها؟ أنت متنصب هذه الأداة تختار من أنا حسب متصفحك سفاري، جوجل كروم، فايرفوكس، هذا ما اعرفه. المهم فايرفوكس اضغط هنا يطلع لك السماح واعادة التشغيل، تعرفوا هاي انا من الصور. تدخل على بروفايل، مثلا الصورة الشخصية مقفولة، مثلا تلاحظ كبرت الصورة، صور المنشورات هني، البيت، أي صورة، المهم تقدر تكبرها مثل ما تلاحظ. إذا عجبك الدرس تضغط اشتراك في مجال.